يعني وكأن لسان حال الأوكران الحمد لله، كأن الرياح أتت هذه المرة بما تشتهي السفن الأوكرانية. ثائر، كييف كيف تتابع هذا التمرد؟ نعم، ربما تكون هذه الكلمات التي تحدثت بها هي تختصر الوضع الراهن والتطورات الراهنة بما يحدث في الأراضي الروسية. نحن هنا نراقب تداعيات هذه التطورات من التصريحات التي يدلي بها المسؤولون الأوكرانيين بما يخص هذه التطورات. بما يتعلق بوكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، هي أدلت ببعض التصريحات وأشارت إلى أن ما يحدث في الوقت الراهن في الأراضي الروسية هو عملية نزول الحكم أو خروج الحكم الروسي عن منصبه في موسكو، وأشارت أيضا إلى أن ما يحدث في الأراضي الروسية في الوقت الحالي هو يتمثل في صراع روسي داخلي نتيجة العدوان الروسي بحسب وصفها على الأراضي الأوكرانية منذ مطلع العام الماضي. كذلك كان هناك بعض التصريحات التي أشار إليها ميخائيل بادالياك وهو مستشار الرئيس الأوكراني قبل قليل تحديدا، والذي أعطى بعض التصريحات التي قال فيها تحديدا أن 48 ساعة القادمة هي من تحدد مصير روسيا، إما بحرب أهلية طاحنة أو إما انتقال سلمي للسلطة في موسكو. كذلك هو أشار إن تداعيات هذه العملية العسكرية التي تخوضها قوات فاغنر في بعض المناطق وبعض المدن الروسية هي تداعيات للحرب الروسية على أوكرانيا. كذلك بادالياك أشار إلى خطورة الوضع بما يحدث في الأراضي الروسية. من طرفها وزارة الدفاع الأوكرانية هي تراقب بكثب ما يحدث في هذه المناطق، لكن أود التذكير ببعض التصريحات السابقة لوزارة الدفاع وبعض من المسؤولين الأوكرانيين بما يخص هذه التطورات التي كانت تتحدث في خضم أو منذ انطلاق العملية العسكرية المضادة أن هناك مفاجآت ربما تحدث في خضم هذه العملية العسكرية المضادة. ربما تكون هذه هي إحدى المفاجآت التي كانت تتحدث عنها وزارة الدفاع الأوكرانية. كان هناك أيضا تعليقا بسيطا من أندري يرماك وهو مستشار في مكتب الرئيس الأوكراني، الذي أشار بإحدى الصور الذي وضعها على وسائل التواصل الاجتماعي في صورة تجمعه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والقيادة العليا للقوات المسلحة الأوكرانية، وهما يبتسمون في هذه الصورة، وهو أشار إلى أن حال القوات الروسية السيئة أو حال الأوضاع الأمنية الروسية السيئة في هذه المرحلة. ربما هذه جلها تأتي في تصريحات مبطنة عما يدور في الأراضي الروسية في الوقت الحالي، لكن في خضم هذه التصريحات وهذه التطورات المتسارعة على الأراضي الروسية، شهدت الأراضي الأوكرانية هجوما صاروخيا مكثف غير مسبوق في ساعات متأخرة من هذا الليل، تمثل ب 41 صاروخ أطلق من مناطق مختلفة في أوكرانيا. شارك في هذا الهجوم 10 طائرات استراتيجية، قاذفات استراتيجية من نوع تو 95 وتو 22، أطلقت ما يقارب 40 صاروخا باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف ومدن في شرقي البلاد. بحسب الإدارة العسكرية هنا أشارت إلى أنها استطاعت من التصدي إلى 20 صاروخ في فضاء العاصمة كييف. كذلك هي أشارت أن حطام إحدى هذه الصواريخ كان قد وقع على إحدى المباني السكنية الشاهقة، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص و9 جرحى لتاريخ هذه اللحظة. في هذه اللحظات التي نتحدث فيها عملية الإنقاذ ما زالت جارية بحسب ما أشار إليه عمدة المدينة فيتالي كليشكو. يا ثائر، إذا كان التمرد هو إحدى مفاجآت الهجوم الأوكراني المضاد، ربما للأمر كلفة نراها.